أزول. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. قبل كل شيء، كل عام وانتم حيين بخير، كل عام وانتم أكثر حرية وانتم أكثر منطقية وأكثر استعمال للعقل وأكثر بعد على النقل وعلى الإشاعات والإدعاءات اللي ما تقدم لنا حتى شيء في حياتنا. في الحقيقة عندي فترة ما عملتش فيديوهات، والسبب يعود انشغالي بحركة تغيير شمال أفريقيا اللي تم تأسيسها رسميا في هولندا، ونحاول خلال هذه السنة الجديدة أن أواصل في الفيديوهات هذه، وخاصة في الموضوع اللي وعدتكم به اللي هو يخص ما يسمى الفكر أو الاعتقاد العرفاني أو الروحاني أو الغنوصي، والتجربة اللي خرجت بها من هذا المعتقد. اليوم الفيديو متاعنا باش تكون شوية خاصة، على خاطر كثير من الإخوة من دول الخليج، خاصة البحرين والجزيرة العربية والكويت والعراق، طلبوا مني معناتها باش نقول رأيي في اللي حدث البارحة 2 جانفي 2016 بإعدام نمر باقر النمر، الشخصية نجم نقولوا احنا الشيعية المعروفة التي تم إعدامها ضمن مجموعة أخرى من الأشخاص في الجزيرة العربية. وكثير ما انت تسألني يعني هل ما حدث البارحة هو نهاية حكومة أو مملكة آل سعود؟ في الحقيقة السؤال هو أن مملكة آل سعود نجم نقوله بدأت تسقط منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، وتعرفوا اللي معنتها يتبع في الأحداث أن في ذلك الوقت بدأ العمل على إسقاط المملكة السعودية، وتشوفوا خلال 30 سنة الفارطة المملكة السعودية ماشية وتخسر في التأثير متاعها وفي القوة متاعها إلى أن وصلت اليوم إلى نهايتها. وإعدامها معناتها للنمر ما هي إلا آخر مرحلة، وسوف يستغل الأطراف اللي يريدوا سقوط المملكة السعودية هذا الحادث أحسن استغلال، وهذا طبيعي. كما قلت لكم أنا ما نؤمنش بفكر المؤامرة بمفهوم المؤامرة، ولكن معناتها هناك ما يسمى استغلال المواقف والأوضاع وجر بعض الأطراف إلى طريق يمكن يعني ينتهي بهم. وإيران تعرف، وعندما نقول إيران أنا هون إيراني معناتها شوية متحرز، لأنه منحبش يعني نتهم الإيرانيين الكل بهذه الأمور، وإنما أنا أركز على أكثر شيء بعض الأشخاص اللي موجودين في المذهب الشيعي اللي هما يعملون منذ مئات سنين على السيطرة على ما يسمى بالعالم الإسلامي. في الحقيقة قبل ما نحكيه على حدث البارحة والتداعيات متاعه على منطقة الشرق الأوسط، يجب أن أعود معنتها للتاريخ، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولقد ذكرت ذلك يعني في عدة من الفيديوهات متاعي ما يسمى بالخطر الشيعي، أو ما يسمى باش نكونوا أكثر معنتها منصفين بالخطر الشيعي الذي يريد أن يصدر الثورة الإسلامية في إيران، لأن ما نجموش نجي ونقولوا الفرس، وما نجموش
نجي ونقولوا ان الشيعة هما اللي يتآمروا، وانما هناك ضمن هذه المجموعة من يتآمر ليس بمفهوم المؤامرة، وانما بمفهوم استغلال المواقف السياسية والعمل على كسب ما يسمى بالانتصارات نتيجة أحداث معينة، وقد يكونون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وراء هذه الأحداث اللي توقع. وهذا كما قلت لكم بينته عدة مرات، كما مثلا بعد سقوط صدام هناك جماعة من الشيعة عملوا على إهانة السنة في الرمادي واستفزاز السنة مدة سنوات عديدة، وقلت أنا رأي هذه العملية بتاع الاستفزاز سوف تؤدي إلى خلق ما يسمى أفغانستان جديدة، وما يسمى لتوى الدولة الإسلامية ما يسمى بداعش. إذن هذه هي السياسة، مع الأسف السياسة هي استغلال مواقف ومراقبة الوضع والتنبؤ والحنكة السياسية من أجل أن تصل إلى الأهداف. لكن قبل ما نحكي كما قلت لكم على هذه المسألة، خليني نرجع إلى ثلاثة نقاط حبيت نذكرهم هوني باش تكون الأمور واضحة. لاحظوا في كثير من القنوات أو على الفيسبوك أو في التواصل الاجتماعي دائما يتكلمون على نهاية الإسلام، وهذه يعني تفاؤل أو فهمت بنهاية الإسلام، وكأن عندما ينتهي الإسلام تنتهي المؤامرات وتنتهي الحروب وتنتهي المشاكل فوق هذه الأرض. في الحقيقة المشكلة ليس في الإسلام بحد ذاته أو في المسيحية بحد ذاتها أو في أي دين مهما كان. الدين عندما يختصر على مسألة دينية لا يشكل خطر. المشكلة الكبيرة هو السياسة، السياسة هو المشكل الكبير، واستغلال الدين لأعمال سياسية يعتبر أكثر خطورة، لأن الدين والأشخاص اللي يتبعون الأديان يمكن استعمالهم بسهولة، سواء الدين بصفة عامة أو المذاهب بصفة خاصة أو التوجهات العقائدية. هذه يعني مسألة حبيت نقولها نقطة مهمة. والنقطة الثانية اللي حبيت نقولها زادة إنه لا شيء في الكون يموت، وإنما يندمج أو يتحول. يعني هذه مسألة واضحة وبينة، يعني الإسلام لا يمكن أن ينتهي، يمكن أن يندمج ويظهر منه معناتها فروع أخرى يمكن تكون أكثر قابلية في وقتنا الحاضر، ولكن الإسلام بحد ذاته لا يمكن أن يموت على كل حال الآن أو في السنوات القادمة. كما أن المسيحية اللي يقولوا هي ماتت لم تمت، وإنما تحولت واندمجت وانفصلت عن السياسة وتكونت ما يسمى بالدول العلمانية والدول بين قوسين الديمقراطية. ولكن المسيحية كروح ما يسمى روح يعني تغذي الناس ويمكن استغلالهم فهي ما زالت موجودة، وهكذا اليهودية لم تنتهي وإنما تحولت إلى دولة وما زالت تتواصل في الطريق متاعها. والإسلام نفس الشيء سوف يتطور ويدخل في اللعبة السياسية، ولكن على حسب القوانين الدولية. هذه مسألة يعني نقطة أولى، لا شيء يموت، كل شيء يتحول أو يندمج أو يبدل القشرة متاعه ويظهر بمظهر آخر. النقطة الأخرى اللي حبيت نقولها أن كثير يرددون أن داعش أو السعودية تمثل الإسلام. هذا أيضا غير صحيح، لأن الإسلام لا تمثله داعش، وإنما داعش هي جانب فكري من الجانب الإسلامي. نعرف أحنا ومنحبش نرجع للتاريخ أن عندما بدأ الإسلام
في الشرق الأوسط ظهرت عدة تيارات، منها الشيعية ومنها الخوارج ومنها ما يسمى بأهل السنة والجماعة، وظهر بعد ذلك ما يسمى بالفكر السلفي. لو تقول لي داعش تمثل الفكر السلفي، نقول لك أنا متفق معاك إن داعش هي تمثل الفكر السلفي. ولو نتكلم على موت شيء في المستقبل القريب، سوف يكون موت الفكر السلفي في العالم الإسلامي بجميع أنواعه، سواء على الشكل الوهابي اللي موجود في السعودية أو على شكل الإرهاب اللي موجود عند القاعدة والدولة الإسلامية وأنصار الشريعة. وهو في الحقيقة هذا الفكر الذي بعيد كل البعد على القوانين الدولية والتطور الإنساني والوعي الإنساني، واستعمال الإرهاب معناتها بكل الطرق متاعه البشعة التي قادمة منذ 1400 سنة، سوف ينتهي. ولا يمكن العالم أن يسكت عن هذا الإجرام باسم الدين. ولكن هل الإسلام سوف ينتهي كقوة في العالم؟ لا. احنا نلاحظ ان كثير من الأصوات ترفع في العالم الإسلامي ما يسمى بالإسلام المعتدل، او الإسلام كما نشوفوه في تركيا، او كما تحولت النهضة وبعض الإخوان، والإسلام القرآني والإسلام المتطور كما متاع عدنان إبراهيم، والإسلام الشيعي اللي ملازمناش ننساوه زادة، اللي هو نوع من الإسلام اللي يوافق اللعبة السياسية العالمية. نتذكر أنا قبل تقريبا 30 سنة في محاضرة من إحدى المحاضرات للسيد هادي المدرسي يتكلم على مستقبل العمل الإسلامي في تصدير ما يسمى الثورة الإسلامية في العالم الإسلامي، خاصة وخاصة منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بصفة عامة ثم العالم أجمع. يقول ليس بالأعمال الإرهابية والخروج على القانون الدولي يمكن أن نقضي على الغرب، وإنما يجب أن نتبع القوانين الدولية والديمقراطية الذين يدعون لها لكي تحقيق ما يسمى الانتصار الكبير. ومنذ سقوط ما يسمى بالإمبراطورية العثمانية والذي شارك فيها الشيعة في إسقاطها وأطراف أخرى، فهمت، وساعدوا نجم نقول وإحنا الغرب من أجل إسقاط هذه الإمبراطورية، تعمل إيران، أو مش ما نقولش إيران، نقول ما يسمى بعض الشيعة، على ما يسمى خلق خلافة أو وصاية بمفهوم، خطر الخلافة انتهى، الشيء اللي يموت ما عادش يرجع، ينتهي، مش أي حاجة تموت ما عادش ترجع، يعني بالمفهوم اللي كانت عليه يمكن ترجع بطريقة أخرى كما قلت لكم، تندمج تتطور تتحول تتبدل، ولكن ما تنجمش ترجع بالمفهوم اللي كانت عليه. الخلافة الإسلامية اللي يدعو لها توا الدواعش والفكر السلفي هي عملية ضد الزمن وضد الوقت وضد العصر، ولا يمكن أن تنجح، وسوف تنتهي، فهمت، وقريبا سوف تنتهي، فهمت. نرجع للقولة متاع المدرسي، هادي المدرسي، يعني الشيعة عندهم تاريخ طويل جدا في النضال ضد ما يسمى بالحكومات أو الخلافات الموجودة، من الخلافة الراشدة إلى ما يسمى الدولة الأموية إلى الدولة العباسية إلى الإمبراطورية العثمانية، وعرفوا كثير من الحركات مثل حركات القرامطة والعبيديين الفاطميين وغيرهم، معناتها من الأشخاص والجماعات اللي حاولوا يتمردوا على ما يسمى هذه الخلافة الذي كان يطلق عليها الخلافة السنية. وعندما ظهر ما يسمى بالفكر السلفي الداعي إلى العودة إلى عهد محمد، من هناك يعني بدأت الحركات الشيعية تخاف على أنفسها
بتهمة الزندقة واختفت وتقوقعت على نفسها، وظهر ما يسمى بالفكر الغيبة. ولكن هذه الغيبة، فكرة الغيبة متاع الإمام متاعهم الأثناعش، لم تدم طويل، وظهرت ما يسمى فكرة ولاية الفقيه، وهو الولي الذي يبايعه كل الفقهاء أو جل الفقهاء من أجل أن يقوم مقام المعصوم أو المهدي. صحيح معناتها هذه الفكرة يعني وقعت كثير من المحاولات عبر التاريخ من أجل السيطرة على العالم الإسلامي والسيطرة على العالم فهمت بصفة عامة، لم تنجح في كثير من المرات، أو نجحت ثم سقطت. ولكن الآن وبعد سقوط ما يسمى بالإمبراطورية العثمانية، بدأ حلم الشيعة أو ما يسمى ما يؤمنون بولاية الفقيه بالعودة إلى هذه الفكرة، وعملوا على ما يسمى قيام الدولة الإسلامية في إيران. الثورة الإسلامية في إيران ما قامتش في يوم وليلة، وإنما نتيجة عمل منذ نجم نقوله ثورة التباك، ثورة العشرين، وتواصلت ووصلت إلى معناتها فترة إنها اختمت الفرصة واستغلت الظروف والأوضاع وقامت بما يسمى بالثورة الشعبية. كثير يقول يتكلم على أن الإيرانيين وما الإيرانيين والفرس والتآمر الفارسي على العرب وكل شيء. أنا ما نشوفش الحكاية بطريقة هذيك. نعرفوا اللي إيران اللي ردها الشيعة هما ما يطلق عليهم العرب، يعني عندما انتقلوا إلى إيران من العراق وغيرها من المنطقة الشرقية وغيرها، ونتيجة عمل طويل تم ما يسمى تشيع إيران. حتى ما تسمى بالثورة الإسلامية اللي قامت في إيران كانت بمساعدة الشيعة العرب العراقيين والكويتيين ومن المنطقة الشرقية ومن البحرين، وشاركوا مشاركة كبيرة في قيام الثورة الإسلامية في إيران، اللي في الأول حبوا يعلنوها دولة إسلامية وينحيوا كلمة إيران. ولكن وقع خلاف من بين الشقين نتاع اللي يؤمنوا نوعا ما بنظرية ولاية الفقيه، ما يسمى بشق الخميني وشق الشيرازي، هذوما الشقين الكبيرين. لأن نجم نشوفوا أن الشق الخميني هو شق أكثر منه يميل إلى الفارسية والإيرانية، يعني يحب أن المسألة الشيعية تعتبر مرتبطة بالهوية الإيرانية. يعني إيران، أي إيران هي اللي تقود الثورة الشيعية في العالم الإسلامي. بينما الشق الآخر اللي مثله الشيرازي وغيره طبعا منهم منتظري، اللي كان من المفروض أن يكون خليفة الخميني، ولكن في آخر لحظة تم عزله كليا وتنصيب علي خامنائي لأنه يتبع الفكر الشيعي الإيراني. وتوقعت هذه المسألة تبدلت المعطيات. ولكن لا يعني أن ما يسموه بالشيعة العرب أو ما يسموه بشيعة العراق وشيعة المنطقة الشرقية ليس لهم وزن، بل لهم وزن قوي في إيران، ويمكن أنهم يتعاملوا مع بعضهم، بل هناك نوعا ما نوع من التنسيق من بعضهم، كل واحد يخدم في اتجاه. ولكن عند المصيبة أو عند الوضع المهم يعني يقفوا مع بعضهم من أجل العمل مع بعض من أجل تحقيق الأهداف الشيعية العليا. احنا نعرفوا اللي نمر باقر النمر هو معناتها شخص معناتها من المنطقة الشرقية، من العوامة، من محافظة القطيف، وكان يتبع فكر الشيرازي. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران مشى لإيران ودرس في مدرسة القائم اللي أنا درست فيها. أنا معناتها جيت للمدرسة هذه 3 سنوات بعد لجهوة، على خطر هو كان من أول التلاميذ
الذين شاركوا في هذه المدرسة. وعندما جيت أنا عام 83 هو كان انتقل إلى مكتب السيد تقي المدرسي في طهران، ثم انتقل إلى قم للدراسة عند الشيرازي وأشخاص آخرين من علماء الخط الشيرازي. الخط الشيرازي معناتها معروف، رغم أنه يجهلوا مع الأسف احنا في شمال أفريقيا وكثير في دول الخليج ما عندهمش عليه فكرة ياسر، خاصة السنة منهم ما يعرفوش شنو الخلافات اللي موجودة داخل الشيعة. راو الشيعة انتم تشوفوهم وحدة كاملة، لكن هما عندهم خلافات، بل عندهم خلافات أكثر من السنة، ولكن هما متحدين مع بعضهم، يعني أخبارهم ما تخرجش، وهذا نتيجة أنهم ما همش معناتها بعدد السنة أقل، إذا هما أكثر تنظيما وأكثر حنكة سياسية وأكثر تجربة وأكثر نجم نقولوا معرفة بالسنة ومعرفة بالعالم والقوانين الدولية وأكثر معرفة بالغرب. يعني هذاك علاش يعني من الصعب معناتها فهم الاختلافات الموجودة واختلافات الشيعة بصفة عامة، مهما كانت عندما توقع شيء تلقاهم متحدين مع بعضهم. إذا نرجع للشيخ هذا اللي تم إعدامه والذي تم معناتها اتهامه من طرف السلطات السعودية أنه إرهابي، وفي الحقيقة هو يعتبر معناتها ما يسمى بالفكر الشيرازي أو الشيعي، هو الشيعي أما الشيرازي هم يركزوا على هذه الفكرة على أساس أن الدم ينتصر على السيف، وهما يفسروا هذه معناتها النظرية متاعهم على أساس أن الحسين قام بعملية انتحارية، يعرف روحه بشخصر الحرب ولكن قتل لكي معناتها ذهب للحرب لكي يقتل ظلما باش من بعد ينجموا يعبيوا الناس من أجل ما يسمى بثورة التوابين وغيرها من الثورات اللي قامت بعد ثورة الحسين. فهؤلاء الأشخاص فهمت المتآمرين بمفهوم المؤامرة يعني الحنكة السياسية، هؤلاء الأشخاص هم الذين يعني يدفعون بعض الأشخاص للتصريحات من أجل أن يعدموا. هو بيدو قالها فهمت النمر في أحد الخطابات متاعه، قال أنا أمنيتي أني نتسجن وأني نتعدم باش تنطلق ثورة كبيرة في منطقة الجزيرة العربية. وفي بعض خطاباته تلقاه يتكلم بالديمقراطية والحرية وكأن إيران وإلا المذهب اللي ينتمي إليه يؤمن بالحرية، كما نقول المثل التونسي يعني يخيرك من بين الأعمى والعور، فهمت يقول لك يا عمى يعني هو أعور ويلوم في الأعمى، فهمت يقول له أنت أعمى. هكاك بالنسبة لي أنا هذا الفكر الشيعي أو السياسة المتبعة في إيران كأنهم هو ما يعدموش زاد المعارضين متاعهم والمعارضين لنظرية ولاية الفقيه، يعني يوصل بهم أنهم يعدموا السنة، يعدموا المعارضين مش الشيعة، الشيعة المعارضين لولاية الفقيه حتى يتم إعدامهم، فهمت؟ وتنسب لهم تهم عديدة منها الوحدة الوطنية وفهمت تفريق الشيعة والتجسس على إيران وغيرها من التهم. وتعرفوا معناتها الشخصيات اللي معناتها تمت عدمتها إيران معناتها في كل التاريخ متاحها يعني الحديث هذا منهم مهدي هاشمي، وتعرفوا معناتها اللي عدمتهم إيران منهم معناتها واحد معناتها يعتبر من المقربين من الخط الشيرازي مهدي هاشمي، والذي يتهم أنه سرب معلومات لمكتب الشيرازي وبتلك الفضيحة تم معناتها بتلك الفضيحة اللي خرجها حول تعامل الحكومة الإيرانية مع إسرائيل في شراء الأسلحة في حربها ضد العراق، وتم إعدامه وتم تنحية منتظري من خلافة الخميني، وتم في عام تقريبا 90 إغلاق مدرسة حوزة القائم وتم انتقالها إلى سوريا، فهمت في السيدة زينب. وهناك أنا في عام 90 كملت الدراسة متاعي في السيدة زينب في المدرسة الشمال اللي يسميوها مدرسة المغرب العربي،
وهناك مدارس أخرى منها مدرسة القائم وغيرها. ثم حوزة القائم يعني تفرعت، موجودة في لندن، موجودة في أمريكا، موجودة حتى داخل الجزيرة العربية في منطقة القطيف أو العوامة أو المنطقة الشرقية، المهم تواجدت غاديكا. وهذا ما يسمى بالشق الشيعي العربي، فهمت؟ العربي الذي يطالب بما يسمى بالاعتماد على الإسلام على أساس أن منطقة الشرق الأوسط كمرحلة أولى هي منطقة أرض النبوة، ويجب أن تطهر من كل ما فيها من حكومات يعتبروها عميلة وخارجة على منطقة الشرق الأوسط. إيران خلال معناتها 30 سنة هذه أو أكثر، فهمت، عملت على إسقاط ما يسمى آل سعود بكل الطرق، فهمت، بكل الطرق، سواء عن طريق حزب الله في لبنان، التحالف مع سوريا، الحوثيين في اليمن، في البحرين، في الكويت، في المنطقة الشرقية. والمنطقة هذه الكل يتسارع عليها اثنين أطراف كبيرة، هي ما يسمى بالطرف الفارسي الشيعي والعربي الشيعي، ولكن كما قلت لكم الخلافات متاعهم هو في الأسلوب. شنو هو الفرق من بيناتهم؟ الفرق من بيناتهم أنها الشق الشيعي الفارسي يريد كما نقولوا احنا ميليشيات، كما حزب الله مثلا في لبنان، كما مثلا حزب الله في الخليج، كما حزب الله في العراق، حزب الله في اليمن. يعني شنو عن طريق ما يسمى بالحرس الثورة أو البسيج، يتم تكوين مجموعات تكون جنود تحت الطلب، ويتم تسليحها، وعندما يوصل العدد متاعها معين أنها تسيطر على منطقة، ومن غاديك تحاول على حسب الظروف السياسية أنها تجعل تلك الدولة تابعة لإيران سياسيا. لأن حلم إيران أنها تصبح، هو حلمهم الكل يعني، أن الشيعة يعيدون الخلافة بمفهوم جديد. المفهوم الجديد هذا كما كانت الاتحاد السوفيتي والفكر الشيوعي يدعم الشيوعيين في كل أنحاء العالم. هذه هي فكرة إيران الشيعية، أنه اللي معطي يتبعها علي خامنائي، على أنه إيران هي دولة وقوة عندها الإمكانيات باش تدعم وتكون ما يسمى بأشخاص في كل المناطق، حتى في مصر، حتى في تونس، حتى في الجزائر، حتى في المغرب، فهمت، يخدموا المصالح الإيرانية ويتلقون الدعم المادي والمعنوي، وتدافع عليهم إيران كدولة دفاع كامل. يعني هما شنو يعمل الدولة الإيرانية؟ هي كما قلت لكم في أول الفيديو القول اللي قالها هادي المدرسي، على أن بديمقراطيتهم وبقوانينهم الدولية سوف نقضي عليهم. هما يتبعون الخطوط الموجودة واللعبة السياسية، حتى في النقاش متاعها إيران حول ملفها النووي اتبعت القنوات الدبلوماسية ولم تخرج على القاعدة. يعني هي عندها جيش كدولة، ولكن تدعم ميليشيات كما كانوا يدعموا الشيوعيين الميليشيات متاعهم في كل المناطق، ويخليوهم غاديكا ويدعموهم. صحيح نجحوا بالقداء في لبنان، ولكن في مناطق أخرى مازال العدد متاعهم قليل. لو يوصل العدد متاعهم أكبر سوف يتم إعلان كما نقولوا احنا تكوين خلايا مسلحة موجودة في جميع العالم الإسلامي. وعندهم أيضا في أفغانستان، عندهم قوة غاديكا في أفغانستان، وعندهم في باكستان، وعندهم في كل منطقة. يعني العمل عن طريق ما يسمى القنوات الدبلوماسية. هذا هو فكر خامنائي أو فكر الخميني. عندما نقول فكر الخميني ليس نقصد الخميني بحد ذاته، وإنما الأشخاص اللي كانوا دايرين حول الخميني واللي أسسوا لهذا الفكر، الذي حتى الشيرازيين وقتها وقعت لهم خلاف مع فكر خامنائي، خاطر اعتبروه أنهم الأشخاص اللي يخدموا مصلحة إيران، فهمت، يعتبرون يعني يضروا في رواحهم على خاطر ما يخدموش مصلحة بلدانهم. يعني
هنا المشكلة الخلاف من بيناتهم أنها الشيرازيين أو ما يسمى بالرساليين معناتها يعتبرون المصلحة العليا هي التشيع، فهمت؟ والشيعة والفكر الشيعي، بينما الفكر علي خامنائي والخميني يعتبر أن التشيع يجب يكون تحت مظلة فارسية إيرانية لأن هي الدولة القوية الموجودة. أما الفكر الثاني فهو يؤمن بفكر آخر هو ما يسمى الشهادة البريئة، هي ما يسمى بالدم ينتصر على السيف، يعني يقول لك احنا نخدموا ثقافيا ونأثروا على العباد وندعوهم للديمقراطية وندعوهم للحرية وندعوهم، فهمت؟ ولكن فهمت في نفس الوقت نحاول نكسبوا العباد ونحرضوهم على الفكر الآخر سوى السني، أن مثلا فيه كبت جنسي، أن فيه أخطاء، كما نشوفوا مثلا عدنان إبراهيم بطريقة يشعر أو لا يشعر هو يعتبر يدعو للفكر هذا الذي يسمى الفكر المجدد، اللي يحب يطرح فكر إسلامي كالفكر الموجود يعني مناسب لهذا العصر، فهمت؟ طارح فكر مناسب لهذا العصر والذي يدخل ويعمل ضمن القنوات السياسية، ويؤمنون ما يسمى بانتصار الفكر والقيام بالثورة الجماهيرية، كما مثلا عملوا في إيران، يعتبروا الخط الرسالي شارك مشاركة كبيرة أو الفكر الشيرازي في الثورة الإسلامية في إيران، رغم اللي كانت هناك يعني أعمال وقعت يعني مسلحة، ولكن العمل الأساسي كان ثورة جماهيرية. هذا هو الخلاف من بين الفكر ما يسمى الخميني والشيرازي. الفكر الشيرازي يقول لك ننطلق من القاعدة، فهمت؟ ننطلق من القاعدة ونؤثر على الناس لكي ليس يصبحوا شيعة وإنما لكي يؤيدون ما يسمى بالفكر المتفتح اللي يسميه هو متفتح، خاطر يعتبرون الشيعة أن فكرهم يتطور، بينما الفكر السني أو الفكر السلفي اللي هم يعتبروهم السلفيين، يعني الشيعة يعتبروا السلفيين يعتبروهم ناصبيين. رأوا الشيعة ما عندهمش مشكلة مع السني العادي، هم عندهم مشكلة مع من ينصب العداء لأهل البيت ما يسمى بالناصبيين اللي هما بالنسبة لهم السلفيين. إذن هما يؤمنوا بالمرحلية، يقول لك في الأول ندعو إلى إسلام متفتح وإلى إعادة قراءة التاريخ، وكل هذه الفيديوهات اللي تخدم يعني ضد البخاري والفضائح اللي موجودة في البخاري وكل شيء، أكثرها اللي يخدموا فيها صحيح فما كثير معناتها من ما يسمى بالسنة المتفتحين، ولكن وراها كثير من الشيعة اللي خرجوا هذيك الفيديوهات باش يوريوا للسنة اللي راهو السنة نتاعكم غالطة، ويدعوهم ما يسمى الفكر المتنور اللي هم يسميوها الفكر الرسالي، الفكر المحمدي الراقي الذي يؤمن بالحرية ويؤمن بالتعددية، ولكن على حسب مفهومهم هما الضيق. يعني هذه معناتها مسألة جدا مهمة، فهم يتعاملون يعني مع كل الأطراف اللي هي ضد الفكر السلفي. ولكن هؤلاء الشيرازيين في نفس الوقت كما قلت لكم هما، أنا بالنسبة لي الفكر الشيرازي والفكر الخميني يتعاملوا مع بعضهم، وهذا لاحظته أنا عند في التجربة متاعي وقت مشيت لتونس عام 85 معناتها قادم من إيران، وطلبوا مني بالاتصال بعناصر في حركة الاتجاه الإسلامي والاتصال بالشيعة اللي موجودين في منطقة الجنوب أو في منطقة الشمال الغربي. لاحظت أن تدخل يعني أنا من ناحيتي نحاول معناتها باش نقنعهم بالفكر الشيعي أو بالفكر الإسلام المتفتح اللي يسميوه بين قوسين إسلام متفتح، في نفس الوقت نلقى سيباوي وقت سفير إيران في السفارة الإيرانية في تونس يتلاقى معاهم وبطريقة أخرى ويحاول باش ما يسمى يكسبهم ليه، وكان فما عندهم يسميوه صراع ما يسمى صراع داخلي، فهمت؟ يعني أنت اخدم وأنا نخدم، وكي تقع مشكلة مع بعضنا فهمت وهنا مع بعضنا واللي يوصل يوصل، فهمت؟ يعني فما توافق. توا كثير يقول لك ان ايران معناتها متدخله في الشؤون العراقيه، لا، حتى العراقيين متدخلين في شؤون ايران، فهمت؟
فما كثير من العلماء فهمت يتدخلون في شؤون إيران، خاطر هما كي تجي تشوف باهي يفرقهم هذوما عرب وهذوما فرس، لكن في الحقيقة اللي يجمعهم هو فكرة التشيع، فهمت؟ يعني يختلفوا في الأساليب التكتيكية ولكن يتفقوا على حاجة مهمة، هي أن يجب الشيعة يتحولون إلى قوة عالمية كما كان الاتحاد السوفيتي، هذه متفقين عليها. أنت أعمل في القاعدة، أنت تغلغل داخل الحركات السنية، يعني وهذه تجربة يعني عشتها أنا، وطمعتها طلبوا مني باش نتصل بالمسؤولين في حركة الاتجاه الإسلامي وقتها عام 85، فهمت؟ يعني تجربة هذه عشتها شخصيا، فهمت؟ هذاك علاش أنا نقول اللي قاعد يوقع توا في العالم هذا، سواء معناتها في دولنا احنا في شمال افريقيا وخاصة في الشرق الاوسط، فهمت، وراء هذا الاخطبوط بكل اتجاهاته، فهمت، الشيعية وال معناتها الفارسية والعربية وغيرها، ورغم كما قلت لكم اختلافهم هما يتفقوا في الهدف الواحد. نشوفوا احنا اللي مثلا النمر وقتها يعني يسب السعودية واحنا ننتخبه واحنا ننتخبه، كأنها إيران دولة ديمقراطية، وإلا كأنه التشيع فهمت يدعو للديمقراطية وللحرية، لا، وإنما كما نقولوا احنا ذر الغبار على العيون، فهمت، وإنما يمكن كما نقولوا احنا فاصل الحرية أكبر، وإيران معناتها عندما تشوفها معناتها أكثر تطورا من السعودية، لأن السعودية معناتها هذا لازمنا نستعرفوا به، فهمت، أنها أنزل حكم موجود فوق هذه الأرض، وأن الفكر ما يسمى بالفكر السلفي هو أنزل أنجب الإسلام، هذه حقيقة، ليس هناك شيء أكثر انحطاط وأكثر إجرام من الفكر السلفي، ولكن هذا ليس هذا وحده الإسلام، هذا جانب من الإسلام، فهمت؟ جانب ظهر في أول الإسلام، فهمت؟ في عهد محمد وبعض الخلفاء وبعد زاد التطور عند الأمويين، ثم قامت ما يسمى بالخلافة العباسية وعاد وظهر من جديد تحت فكر ابن تيمية وابن حنبل وغيرهم، فهمت؟ إذن هنا حبيت نقول نقطة، كثير يقول لك أن داعش تمثل الإسلام، داعش لا تمثل الإسلام كله، وإنما تمثل جانب من الإسلام، وعندما نقول أحنا هذه نهاية آل سعود، كما قلت لكم نهاية آل سعود عندها بدأت منذ 30 سنة، ولكن أحنا توا في آخر المراحل، وأنا أتصور بعد مقتل النمر سوف تستغل إيران، وقريت تصريحات تقي المدرسي يقول أن الآن كل الطرق مسموحة لإسقاط آل سعود، فهمت؟ المشكلة هوني كما قلت لكم، معناتها باش نلخص ونحاول نلخص هذه الفيديو خاطر هي طويلة، السؤال الذي سئل هل نهاية ما يسمى آل سعود؟ أنا بالنسبة لي آل سعود سوف لا يتجاوز هذه السنة لو لم أقل بضعة أشهر، فهمت؟ رغم أن الإعلام بين قوسين العربي لا يتكلم على الذي يقع، لأنه معناتها ما يقعدش يقول شنو قاعد يوقع توا في المنطقة الشرقية، فهمت، ما تنساوش الشيعة يعدون تقريبا حسب الإحصائيات 2-3 مليون، لكن أتصور أنهم في حدود 5 مليون في السعودية، ما تنساش أن الكويت نسبة كبيرة من الشيعة، ما تنساش أن البحرين كلهم شيعة تقريبا، هناك نسبة قليلة في الإمارات، هناك اليمن اللي فيها نسبة كبيرة موالين لإيران، هناك المنطقة معناتها سوريا وما يسمى لبنان، هناك شيعة، يعني ما يسمى السعودية محاصرة من جميع الجوانب، فهمت؟ أنا نشوف أن خطة هؤلاء أو هؤلاء خاطر ما يخدموا مع بعضهم راه، فهمت؟ رغم الخلافات بيناتهم، أن معناتها إيران تحاول باش تقنع الرأي العام العالمي وتقنع أمريكا وتقنع أوروبا على أن للقضاء على الإرهاب يجب القضاء على السعودية، كما أقنعت بطريقة غير مباشرة ومباشرة عن طريق حزب الدعوة اللي كان معناتها مهجر في إيران بقرابة 3 أو 5 ملايين على إسقاط صدام. راهو الفكر الشيعي أو بصفة عامة، نعطي نجي نقول
صدقوني يعني الفكر، ما نحبش نذكر اسماء شيعة فرس عرب، ما نحبش نذكر هذا الشيء، وانما هناك فكر اللي نجم نعطيه تسمية معينة، وهو ما يسمى بالفكر الامبريالي. شنو هو الفكر الامبريالي؟ كثير يسألني يقول لي شنو هو الفكر الامبريالي؟ الفكر الامبريالي اللي هو ماهوش موجود عندنا في شمال افريقيا، يعني الشمال الافريقي الامازيغ في شمال افريقيا ما كانش عنده فكر امبريالي، لهذا تعرض الى الغزو عدة مرات من طرف شعوب كانت تؤمن بالفكر الامبريالي. الفكر الامبريالي هذا فكر ظهر في منطقة الشرق الاوسط في العراق، وهو وحتى من بعد انتقل معناتها موجود في نواحي مصر، المنطقة هذيك على ما يسمى غزو العالم واحتلال العالم وفرض فكر واحد. بالنسبة لي الفكر الامبريالي ليس ديني فقط، قد يكون ديني قد يكون سياسي. الفكر الشيوعي هو فكر امبريالي، الفكر الرأسمالي هو فكر امبريالي، الفكر متاع مثلا المسيحيين فهمت هو فكر امبريالي، وحتى التوا مازال امبريالي، يعني يعمل من اجل نشر الدعوة متاعه والسيطرة على العالم. والفكر الشيعي او السني او الاسلامي بصفة عامة هو فكر امبريالي. يعني هنا لازمنا نلاحظوا هذه هي الخطر، مش مسألة شيعة. انا بالنسبة لي ما فهمش فرق من بين شيعي ومن بين سني فهمت، ومن بين مسيحي ومن بين يهودي ومن بين رأسمالي ومن بين شيوعي. كل إنسان يؤمن فهمت ويعمل على نشر أفكاره بطرق ملتوية فهمت من أجل كسب إمبراطورية فهمت هو فكر إمبريالي. حتى الشركات ما يسمى بالشركات التجارية كما كوكا كما جين كما غيرها فهمت هي فكر إمبريالي. حتى الصين اللي ما كانش عندها فكر إمبريالي ولا عندها اقتصاديا معناتها تستعمل الفكر الامبريالي في الترويج للسلعة متاعها. مش يعني نقول احنا معناتها ممنوع واحد يروج لأفكاره ولا لا. لا مش مسألة ذيك، المسألة هي التبعية. يعني الإنسان أنا بالنسبة لي ما عارفة مش فرق من بين شيعي في شمال إفريقيا موالي لإيران، ولا سني موالي للسعودية ولا للفكر السلفي، ولا يهودي موالي لإسرائيل. هذه هي المشكلة. لازم في كل منطقة الأديان لازم تبعد على السياسة، تبعد كليا على السياسة وعلى التحالفات فهمت. يعني كان فما إسلام في شمال إفريقيا يكون شمال إفريقي، وكان فما شيعة يكونوا شيعة شمال إفريقيين فهمت، ولو يكونوا يهود يكونوا يهود شمال إفريقيين، ولو يكونوا أي مكان وإن كانوا شيوعيين ولا رأسماليين ولا ليبراليين ولا أي حاجة، أي فكر فهمت يعني يعطي الولاء لمنطقة غير المنطقة الجغرافية متاعو، وأي فكر يريد أن يصدر أفكاره من أجل كسب مواقف سياسية. وهذه هي اللي قالها هذه المدرسة في الأول الفيديو هذه، وقت قلت لكم قال بأسلوبهم على خاطر توا هما الغرب فهمت بصفة عامة الغرب، يعني إيران فهمت اللعبة متاعهم أو الشيعة فهموا اللعبة متاعهم وقاعدين يلعبوا معاهم فهمت، قاعدين يلعبوا معاهم وتو يحاولوا باش يقنعوهم كيما قلت لكم قنعوهم لاسقاط صدام فهمت، وعملوا بعد سقوط صدام على اضطهاد السنه من اجل جرهم فهمت لتكوين داعش وغيرها فهمت، من اجل من بعد يقولوا ها هما هذوما مجرمين، يعني ما يسمى بالتشويه. وشيعة معروفين راه معروفين عبر كل التاريخ فهمت يتعاملوا مع ابليس من اجل مصالحهم فهمت، ويتغلغلوا داخل المجموعات، عندهم اساليب جدا معروفه. وهما المنطقه هذيك المنطقه هذيك منطقه الشرق الاوسط يعني فكر المؤامره من عهد من قبل الاديان فهمت، كانت عندهم فكره الامبراطوريه فكر السيطره على العالم، وهذا لا يمكن. ديما نقول في الفيديوهات نتاعي حتى حد ما رب حد، كل واحد رب روحه، حتى واحد سوى فرد يفرض روحه رب على الاخر، أو شعب يفرض روحه رب على الآخر فهمت، أو فكرة تفرض روحها رب على الآخرين، أو إيديولوجية أو مذهب سياسي أو مذهب ديني أو دين أو أي حد حاجة أخرى. هذه فكرة الرب الواحد فهمت، هذه هي المشكلة المصيبة. الرب الواحد، القوة الواحدة، الكتاب الواحد، الدين الواحد فهمت، يعني هذه هي المصيبة. هذا الفكر الإمبريالي اللي توا البشرية ما عادش تتقبله، الناس توا تحب حريتها
تحب تكون حرة هي كشخص كمجموعة كشعب، كل واحد ياخذ استقلاليته. هذاك علاش احنا في شمال افريقيا يعني معناتها نحبوا تكون عندنا حتى احنا كيان ما يكونش مربوط لا بالشرق لا بالغرب لا بالجنوب لا بالشمال لا بامريكا، لا تتحكم فينا فرنسا، لا تتحكم فينا امريكا، لا تتحكم فينا ايران، لا تتحكم فينا السعوديه، لا تتحكم فينا حتى شيء. اذا هذا الفكر الامبريالي اللي موجود هو المصيبه الاساسيه. لو كل شعب التزم حدوده وتعامل مع الشعوب باحترام مع الشعوب الاخرى لا المشاكل انتهت. اذا هنا حبيت نقول ان اللي يقول انها نهايه الاسلام لا، يمكن نهايه الاسلام السلفي لانه يلعب خارج الملعب وبقوانين غير قوانين اللعبه السياسيه العالميه. السنه كان يحبوا فهمت يكون عندهم وجود لازمهم يقبلوا باللعبه السياسيه العالميه كما قبلت بها تركيا وكما قبلت بها النهضه وكما مثلا حاولت باش تقبلها الاخوان المسلمين لكن ما نجموش على خاطر عندهم دعم سعودي فهمت او ما يسمى جانب كبير منهم سلفي. والسلفيه انتهت، السلفيه تلعب خارج الملعب وبقوانين جايبينها من 1400 سنه. اذا انتهى الفكر اللي باش ينتهي توا يعني في السنوات القادمه هو ما يسمى بالفكر السلفي بجميع انواعه الوهابي والعلمي والجهادي وكل شيء. فهمت؟ وترجع ويرجع العالم للصراعات يعني العاديه التقليديه اللي موجوده كما كانت من بين روسيا وامريكا وغيرها. يجب القضاء اولا على هذه الجماعات الإسلامية سواء في ليبيا سواء في الجزائر سواء في تونس سواء في سوريا. وإيران قاعدة تلعب سيسيور مع أمريكا ومع غيرها، ولكن زاد أمريكا وغيرها متفاهمين لهذه اللعبة على خاطر كي نجي نشوفوا فما أمريكا والغرب وهالدول هذه اللي يحسوا اللي بدات باش تضيع منهم. هذاك علاش هما يركزوا على إسرائيل وعلى تركيا. إسرائيل وتركيا لازمهم يكون التعاون مع بعضهم فهمت، ولازمهم يعملوا كان معناتها باش يمنعوا من المساله هذيا خاطر ايران توا مطوقه السعوديه باش تسقط. ولكن هل سوف تسيطر عليها ايران ام سوف يوقع انقلاب وتسيطر عليها امريكا مثلا بطريقه اخرى عن طريق قطر وعن طريق الامارات وتكون مواليه لتركيا؟ خاطر هنا هي توا القوه الوحيده السنيه الموجوده في اللي تلعب اللعبة الدولية هي تركيا، هي الوحيدة فهمت، هي الوحيدة. هذاك علاش توا مثلا السعودية عملت التحالف الإسلامي ضد الإرهاب ودخلت فيه مصر ودخلت فيه تونس ودخلت فيه قدش من دولة إسلامية على خاطر عرفت اللي النهاية متاعها انتهت، سيئة انتهت فهمت. وهنا بقتلها النمر عملت أكبر غلطة. يعني هي في الحقيقة ما عندهاش خيار، ما عندهاش خيار. يعني هي اللي قامت به باش يسرع سقوطها. انا ما نعرفش اللي اعطى الاوامر بقتل النمر هل هو انسان يجهل بالسياسه الموجوده معناتها في المنطقه. يعني انا نقول يا حاجه من اثنين، يا اما معناتها نقولوا جهل، معناتها مستحيل يكون فما جهل. يعني الاقدام على اعدام النمر مش مساله جهل، هذه ما يسمى نصيحة عدو فهمت. فما واحد عنده مصلحة فهمت اعطى نصيحة باش يعدموا النمر فهمت، وخاطر يعرفوا اللي اعدام النمر سوف تعتبر المسمار الاخير لسقوط السعودية والعائلة المالكة فهمت. وانا معناتها متوقع هذا الشيء يعني باش تسقط في يوم او الاخر، لكن ما كنتش نتصور انه باش يوقع خطا كما هذا فهمت ويسرع في اسقاطها. ولكن هنا السؤال، هل عندما تسقط السعوديه سوف يكون يعني تكون تحت ولايه ايران فهمت، او سوف تكون تحت ولايه تركيا؟ السعوديه ما عندهاش خيار، انتهت السعوديه. اذا هنا يا اما تكون تحت ولايه تركيا وإسرائيل والغرب أو تكون تحت ولاية
إيران وروسيا والحلفاء متاعها. هذا هو اللي معناتها الحاجة اللي نعرفوها من بعد، يعني في خلال هذه السنة أو السنة القادمة تتضح الأمور أكثر. المهم فما شبه إقناع عالمي الآن على أن سقوط السعودية هو الذي سوف ينهي الحركات السلفية في العالم. إذا ما عادش فما حتى خيار آخر، السعودية يجب أن تسقط. ولكن هل المعركة انتهت؟ لا، هنا باش ندخلوا في معركة أخرى، فهمت؟ معركة اللي يمكن طول أكثر، فهمت؟ وهي نجم نقولوا معركة فكرية أكثر منها وسياسية وغيرها، ولكن باش تكون معركة طويلة، لأن إيران أو الشيعة عندهم مشروع من أجل ضم جميع الدول الإسلامية تحتهم، ليس بمفهوم الخلافة وإنما بمفهوم المصالح، ما يسمى بالتأييد. كما مثلا أمريكا عندها كما مثلا اليابان وربع حلفاء، فهمت؟ اقتصاديين وسياسيين واقتصاديين. إيران نفس الشيء، تحب تعمل حلفاء كما عندها حليفها سوريا وعندها حليفها في دول أخرى، يعني معناتها كدول وكمجموعات. ولكن إيران تلعب اللعبة السياسية العالمية ولكن بخبث كبير، لأن هدفها هو إمبريالي مسيطرة على العالم كما كل الأفكار الإمبريالية. ومع الأسف شكون يخسر في هذا الكل؟ هو الإنسان العادي اللي يدخل في اللعبة هذية. مثلا تو تشوف مثلا مظاهرات في منطقة العوامة ومنطقة القطيف، ويمكن الناس ماتوا وجرحى وكذا، وبشوقع بشوقع موت، يعني ما خطر خطر علاش؟ خطر شعوبنا مع الأسف. تو مثلا المظاهرات في أوروبا توقع ولكن ما توقعش بهذه الشراسة، علاش؟ خطر شعوب أكثر وعي، خطر شعوب يهتموا، يعني عندهم نفسهم قبل الإيديولوجية، بينما الشعوب متاعنا مع الأسف الإيديولوجية قبل نفسه، يعني عنده فكرة الأمة، يعني مصلحة الأمة، مصلحة المذهب، مصلحة الدين، مصلحة، يعني ما يغزرش لذاته، فهمت؟ إذا نظن جاوبتكم على السؤال. أنا نتصور نهاية حكومة أو مملكة آل سعود، فهمت؟ ولكن هل الحكومة أو اللي باش يجي من بعد، خاطر منطقة حساسة ما تنساش اللي فيها المكة والمدينة، هل سوف تكون تابعة سياسيا ومعناتها الإيران أو تكون تابعة لتركيا؟ لكن نتصورها أكثر شيء تكون تابعة لتركيا وتابعة للغرب، ما تكونش تابعة لروسيا وإيران. ولكن المعركة باش تتواصل من المنطقة الشرقية، من منطقة البحرين، يمكن إيران يعني يعطيوها اليمن ويعطيوها البحرين ويعطيوها الكويت، يعني باش يكون معاها تحالف، خاطر كي تسقط السعودية راه سقط الخليج، دول الخليج انتهت. شنية الكويت وشنية البحرين وشنية قطر وشنية الإمارات وشنية فهمت؟ شنو هذو؟ ما حد شيء، فهمت؟ وقت تسقط السعودية باش يعني يمكن تم تقاسمها، كما قلت لكم البحرين تولي موالية لإيران وتولي فيها حكومة شيعية، والكويت يمكن زادة، فهمت؟ أو موالية، حتى تكون سنية وموالية لإيران سياسيا واقتصاديا وغيرها، ليس بمفهوم الخلافة، خاطر إيران توا تلعب في اللعبة كما قلت لكم، تلعب ما يسمى باللعبة العالمية حسب القوانين الدولية، يعني ما تحبش تغير الخريطة، تحب العراق تبقى العراق ولكن موالية لها وعندها مصالح مشتركة مع بعضها. و المسألة جدا خطيرة، لأن سقوط السعودية في يد إيران نجم نقولوا إنها كارثة كبيرة باش توقع في المنطقة. ما تنساش اللي عندنا زوز قوة اللي هي تركيا اللي تابع الحلف الأوروبي، وعندنا إسرائيل اللي بالطبع تخاف على روحها، إلا إنها تكون عندها ضمانات من إيران باش ما تتعرض لهاش يعني في المرحلة هذه، ولكن الخطر يقعد موجود. نظن السؤال اللي سألته اللي جاوبتكم عليه، واعذروني اعذروني الفيديو شوية طويل، وفي أقرب وقت ممكن سوف أعود إلى الفيديو متاعي. ترقبوا الوضع في هذه السنة 2016، سوف بالنسبة لي نهاية آل سعود وتركيا.
نهاية السعودية كما هي عليها، وتبدأ مرحلة الانتهاء من السلفية على جميع أنواعها، ولكن بشي يظهر لنا إسلام أخطر، فهمت؟ هو ما يسمى بالإسلام المتفتح، اللي نعتبره أخطر المتفتح، اللي يخليك عبد ذليل. إذا حتى حد ما رب حد، كل واحد رب روحه، حتى ولو أنت مسلم، فهمت؟ أعبد ربك منك ليه، لا تدخل لا شيوخ لا مدارس، ابعدوا على المدارس، ابعدوا على الشيوخ، ابعدوا على رجال السياسة، واهتموا برواحكم وعيشوا حياتكم. حتى ولو أنت مسلم، فكر في روحك فقط، بينك وبين ربك. نظن الفكرة واضحة، وعن قريب نرجع للفيديوهات حول الفكر العرفاني أو الغنوصي. وشكرا، والسلام.